السلام عليكم. أكلتنا الرمضانية لهذا اليوم راح تكون كبة الحامض وحامض شلغم. راح نحضر الكبة ونضيفها الحامض للحامض شلغم. هنا عندي نص كيلو لحم مثروم، لحم غنم، وراح أضيف له، ضفت له هنا راسين بصل مثرومة ناعم، وراح أحمسه به وأضيف له كرفس مثروم. هنا عندي كرفس مثروم تقريبا كوب، يعني فدعودين ثلاثة من الكرفس هذا اللي موجود عندنا اللي بدون ورق، دائما أنا أقول هذا الشيء. وإذا ما تحبوا ممكن تخلون معدنوس، هذا هنا راح أضيفه، وراح هنا راح أضيفه وحمسه شوية، وأضيف له البهارات اللي هي هنا 7 بهارات ملعقة أكل، وعندي نوم بصرة مطحون اللي هو احنا بالعراق نسميه نوم بصرة، تعرفوه كلكم يعني اخواننا العراقيين، اللي هو بالخليج يسموه لومي، هو نفسه يعني. هنا مطحون اضيف ضفته هنا، وراح اضيف شوية فلفل اسود يعني رشة. نوم بصرة تقريبا ملعقة أكل، وهو حسب الرغبة، إذا ما تحبوه لا تخلوه، ممكن واحد يضيف شوية دبس الرمان بدل النوم بصرة حسب الرغبة يعني. هنا راح أتركه، راح أخليه له ملح، وذبلت أنا البصل والمعدن والكرفس، وراح أخليه شوية يتحمس به ويا البهارات الجانس، وبعدين أطفيه إلى أن يبرد، وبعدين أستعمله بالحشوة. هنا عندي راح أسوي العجينة، عجينة الكبة. الكب هذا عندي تمن مطحون، رز مطحون يعني طحين الرز، طحين التمن. عندي هنا 500 غرام يعني نص كيلو، وعندي لحم أيضا نص كيلو، أنا مسوي قسم منه، وراح أشوفكم شلون راح أسوي الباقي بمحضرة الطعام. جربت أسوي بمكينة اللحم بس شوية يعني صعب صار، بالمحضرة أحسن. هذا بمحضرة الطعام ضفت خلطت يعني الطحين التمن ويا اللحم. هذا اللحم ما بي أي دهن، خالي من الدهن، هذا اللحم اللي هسه أنا دا أخلط به. أيضا هو لحم غنم، وإذا تحبون لحم بقر عادي يعني ماكو مشكلة حسب الرغبة، بس ما بي دهن، هذا الشرط الوحيد اللي يخلي الكبة تنجح لأنه الدهن يفتحها. هذا طحين التمن، حاليا أنا ما ضفت مي، بس بعدين راح أخلي شوية مي من أشوفها تحتاج، بس راح أخلطها هسه، دا أخلط بيها وهي بعدين أشوفوها شلون تصير العجينة. أنا خالطة نصه، وهسه هذا النص الثاني، هذا هنا أشوفه شلون راح ينخلط، يعني ألزمه بإيدي أشوف الليونة مالته، وإذا يحتاج مي أضيف له قليل مي. هنا زين خلط، راح اخلي باقي اللحم، خليت باقي اللحم حتى ينخلط وياه. هذا راح افتح المحضرة، هذا شوية قوي، راح اشوف ايش قد اخلي له مي، هسه شويه من اللي ما استحيل شويه قوي يحتاج لقليل من المي. هسه خليت له ملح اني ملعقه اكل تقريبا، هاي ملعقه ملعقتين صغار يعني ملعقه اكل تقريبا، ورشه فلفل اسود. هسه راح اضيف له شويه مي بس قليل جدا، يعني تقريبا ملعقتين اكل، المي مو هواية، هاي شوية، هاي قليل ملعقة أكل يعني، وهاي الملعقة الثانية تقريبا. هذا
مو هواية أخلي له. هسه راح ينخلط زين، راح أزيد الحركة مالتها. هسه شوفوها شلون راح يلتم، يصير قطعة واحدة. هاي بهالحالة انعجن زين. هسه راح تشوفوه هذا مثل بدا تشوفوه، صار قطعة واحدة تقريبا. هذا هسه يعني كمل، شوف شلون لونه صار وردي ولين، شلون لين حلو شكله. راح ابدي هسه من كمل راح ابدي احشي اللحم اللي حمسته اللي هو الحشوة، راح اجيبها هنا وراح ابدا احشي. بس هنا ضفت لوز، شرائح لوز مقطعة شرائح عندي جاهز اخلي للحشوة من بوردات، وراح ابدا احشيها. هنا من راح نحشي ونكمل نبدي نسوي الحامض شلغم. هسه راح احشي ثلاثة، وانا محشية كم وحدة، بعدين اخليها بكبة بالحامض، حامض بالحامض شلغم. هذا ضفت بعد لوز، واللوز حسب الرغبة، بس هو يسويها طيبة، يعني يسوي الحشوة طيبة إلا طعم يعني. هنا راح أخذ قليل من العجينة بهالصورة، هاي وحدة، هاي راح ألفها وأسويها على شكل كرة، دا يعني مثل الكبة البرغل السلق اللي سويناها قبل نفس الطريقة بهالصورة. أدعبلها أكورها يعني، هالصورة هاي. العجينة تكون ناعمة وشوية لينة، مو حيل، متوسطة الليونة وناعمة، ما بيها لكاليك، انت بهولها يعني من تخلطوها. هاي الثانية، هنا واحدة ثانية، هاي الثانية ايضا اكورها. هاي وهاي الثالثة راح اسويها. انتبه شوية العجينة تكون خفيفة، واذا تحبوها اثخن ممكن حسب انتم شلون تحبون تسووها، يعني اذا اثخن له. هاي الثالثة، هالصورة، هم اكورها. بس هنا من بينه بالصورة شوية ايدي راحت لي غاد. هاي الثالثة هسه كملت، راح ابدي اسوي الحامض شلغم. قليل من الزيت، تقريبا ملعقتين الى ثلاثة ملاعق زيت نباتي، نص راس بصل او نص حبة بصل مثرومة، مو الا كلش ناعم، راح احمسه شوية بس اذبله. وهنا محضرة اربع روس
شلغم اللي هو لفت، بالنسبة لغير البلدان يسموه لفت وإحنا نسميه بالعراقي شلغم. هنا أنا غاسلته وقشرته من الجوانب من فوق ومن تحت وقطعته، هذا قطعته مكعبات صغار. أو انتو شلون تحبوه؟ أكو ناس يحبوه كبار ممكن يعني، بس أنا أحب أسوي هيك متوسط حجمها. هاي أربع روس راح أذبله، أبقى هواي يعني تقريبا 10 دقائق أبقى أقلب به إلى أن يذبل، لأن بهالحالة راح الريحة القوية مالته تخف. إذا ما تحبون، إحنا ما نحب ريحته قوية، فأنا أذبله. أكو ناس لا عادي يعني ماكو مشكلة فلا تذبلوه هواية، أنا أذبله شوية أكثر يعني 10 دقائق تقريبا إلى أن شوية يذبل وريحته تخف القوية مالت الشلغم. وبعدين أخلي هنا عندي 4 إلى 5 ورقات. هاي بهالصورة هو صار، شوفوا شلون صار ذبل الشلغم. وعندي 4 إلى 5 أوراق سلق أو سلق، هو اللي نسوي به الدولمة نفسه. أنا ثرمته كبار، حتى لو كبار الثرمو يعني مو إلا ناعم كلش. وهنا أذبله أيضا ويا الشلغم أو اللفت. طبعا الريحه كلش طيبه تطلع هسه من تجربوه، يعني تشوفون الريحه ايش قد طيبه، وهو راح يصير الحامض شلغم حيل طيب. هنا ذبلته راح اتركه شويه يذبل، وبعدين اضيف له معجون، 2 ملاعق أكل معجون. ابقى اقلب دائما بيه يعني انتبه له، لان حتى لا يحترق من تحت بقاع الجدر بهالصورة. هسه هنا بالوسط خليت سويت مكان للمعجون حتى احمسه بيه، راح اخلي له 2 ملاعق أكل معجون. هاي 2 ملاعق أكل راح احمسه شوية. وبعدين اضيف له انا خلطت 4 رؤوس طماطة، 4 حبات طماطة خلطتها بالخلاط راح اضيفها الها، وبعدين اضيف باقي البهارات. هسه جاي اقلبه انا شوية حتى ينحمس المعجون، هم ريحته تطلع طيبة شوية من واحد يحمسه لثواني مو هواية يعني وقت طويل المعجون. وهاي عندي 4 طماطات مخلوطة بمي. وهنا عندي 2 ملاعق أكل تمن رز، 2 ملاعق أكل رز منقوعة منقعتها يعني تمن منقعتها قبل 10 دقائق، 2 ملاعق أكل حتى شوية السوب أو الشوربة مالتها راح تصير ثخينة شوية بيها ثخن، مو ثخينة حيل. التمن هم يعطيها طعم وريحة طيبة يعني مو هواية، 2 ملاعق أكل راح أتركها إلى أن يستوي تقريبا، مو يستوي نص ونص يعني هسه هو وشوية ثخن، ضفت له الكبة. إذا شفتوه حيل ثخين ممكن تضيفوا له شوية مي، يعني أنتوا عينكم ميزانكم بعد، إذا شفتوه يحتاج له شوية مي ضيفوا له مي حار شوية بالقلاص بهالصورة. هسه أنا ضفت الكبة وراح أتركه 10 دقائق يفور وبعدين أوطي النار. هاي صارت الكبة والحامض شلغم، ضفت له ملح، وهذا الشكل النهائي، وإن شاء الله يكون عجبكم وألف عافية.